لابلاس ترانسفورم وحنحل هالمسألتين وطبعا رح يكون في عنا واحدة فيهم فيها First Shift Theorem. فخلينا نبدأ في المسألة الأولى لابلاس ترانسفورم of T squared. وحاب هون أني أكتب القانون الذي يحول T to the N بشكل عام T to the N equals n factorial over s to the n plus 1. إذن هذا هو القانون اللي راح نستخدمه لحل هذه المسألة. وكما ترى معي فإن n equals 2 فراح يصير عندي هون 2 factorial over s to the power of 3 يعني simply 2 factorial 2 over s cubed وانتهت هذه المسألة. فيما يتعلق في e to the 5t t squared فهنا راح نستخدم ما يسمى بالفيرست شيفت ثيرم. هي مكتوبة عندي صغير خليني أشوف. أوكي. ما يسمى First Translation Theorem أن Laplace Transform لإ to the AT FT equals F of S minus A. ولكن ربما هذا الكلام لا يبدو جميل بالنسبة للطلاب. خليني أفرجيك عمليا شو رح نعمل. إحنا عندنا مشكلة تتعلق بهذا الجزء بهذا Exponential Function. يعني لو كان هذا الاكسبوننشال فانكشن مش موجود لكان لابلاس ترانسفورم لتي سكوير 2 اوفر اس كيوب وانتهى الامر زي السؤال اللي قبله. ولكن اقول ما يلي: بامكانك انك تلغي هذا الاكسبوننشال فانكشن وتخليه بس لابلاس ترانسفورم اوف تي سكوير. ولكن هذا الشيء حتى يكون صحيح هذا أنني سأبدل، أنت بتعرف أنه سينتج مع فانكشن في S، سأبدل S ب S minus 5. ليش 5؟ بسبب هذا العدد اللي موجود هون. إذن هو اللابلاس ترانسفورم ل e to the 5 t t squared هو نفس اللابلاس ترانسفورم ل t squared مع شيء بسيط، وهو أنه عندما تنتج S راح أشيل الS وراح أكتب مكانها S minus 5 لأنه عندي E to the 5 T. وهذه ما تسمى First Translation Theorem. إذن من منا لا يعرف لابلاس ترانسفورم لتي سكوير؟ طبعا راح نستخدم نفس هذا القانون T factorial over S cubed. وسأضيف هذه الجملة هنا أنني سوف أبدل S ب S minus 5 فرح يصبح الحل بهذا الشكل 2 factorial of course 2 over S minus 5 to the 3. لاحظ استبدلنا ال S ب S minus 5. أحبتي انتهت هذه المسألة وابقى معنا حتى ترى المزيد من لابلاس ترانسفورم.